بعد الباصة في واحد طفته خلاص يحط. لا إذا طلعوا بساعة في الجهة لا توقيتنا زين إن شاء الله. زين أو تبكي الله يرحمه سلوك تبي نروح ليومية لا يكون أبتكر في ذاك الفترة في أزمة بعارف ما شنو بالضبط. طق البطاقة قال لي يقول أنت أمس داش؟ قلت له نعم. يقول في شيابك حمر ثاني. قلت له أزر أخوي مرض. قال لا ما يبتدع يلا والله العظيم والله انت سعيد رجل ورجال قليل. نعم بطل اوقلك البقر. شو اسمك انت؟ محمد الله. زين شنو المشروع اللي ناوي تسويه؟ مع سيارات. مع سيارات؟ ايه. وكل سيارات بانواع معين؟ نجيبها من شركات. بتجيبها من شركات؟ ايه. وان شاء الله هالمشروع بيبدا عقب سنه ولا متى؟ يمكن 5 سنوات. 5 سنوات ها؟ ان شاء الله. يعني وبيكون في الخبر؟ اكيد. اكيد ها؟ ان شاء الله. تبي موظفين؟ بس يعني شوف هو يحتاج لعد 10 مليون يعني. مبلغ وقدره يعني يمكن تاخذ لك قرض مليون عاد يعني هذا قرض استثماري. عيوز انت عندك موجود عشوة بعد لا احنا مبين معانا في المعارض لا مين والله في شبه من بوحين مرة والله إذا ما قلنا أنا برنامج اليوم صراحة برنامج معاذ على موسى هذا أخو خالد بوحين ما هي الميلس خان تعال لا والله ما من بوايد لا الميلس طبعا من الرواد أنا جماعة الرواد يا تعرف هذا أبو عم عرفه وتعال يصل لك شيء ها ولا أدري هاي عدل هاي عدل آه الفجر لي ساعة 8:30 على الشارع وفين والله قديم عيسى تعرف من صديقك مو في العقار شباب عن شباب انت ما تعرف اسم مال الله اليوم مره واحد كنت جاي المكتب قال لك ابو ابراهيم وين الماي يلا يا ابو ابراهيم هلا وين الماي اللي مايت ماي اكو كرتونين ما الشباب ما شربوا كله قطيته ورا اي شريتك ابو ابراهيم البطاطا ايش قاعد قدامنا خلونا نمشي عنهم ام ساعه مخلصينهم ولا وينهم احنا ولا احنا من هلا حبيب قلبي حبيب قلبي بطل مره لا انا طالبه ثلاثه عمره ايه بس 10
وين اللي برجع؟ اعطيتك اياها انا. اجل ضيعتيها ها؟ لا قطعت تسوي لها هلون، قالت له روح هاي يا علي. هل ما اقول لك لا؟ هذه يصير اخو خلبو عنك. عند قصر الورقة وعند قهوة يدورونها. صدق الورقة اللي يدورونها عند قهوة. طلع من بقى. هي خذت وقطعت حق علي. ايه ما في. الشيخ بحر. يا العلوم. بحر العلوم. شيخ صبري الأحمد. وين المباراة؟ يا سلام. وينها؟ على طول ها؟ محمد. يلا عاد شوف اقول لك قاصرين عندك الورقه يا ابوي حياك الله عشر ونص خش 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 عشر ونص لو وصلك مثلا الساعه 9 الا بنلحق على الرياض احبك على خشمك بنلحق على الرياض انت اول شيء من الاعداء انا
سيد سيد سوق على مهلك يا سيد. الحين سيد عندي عندي اتكلم معاه. سيد اسمعني اسمعك. اي تلقن. المهم تلقن يا عبد الله عن ابوه. قل لا اله الا الله. صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. صلوات صلوات. يا سلام عليك يا سيد. يا سلام. كم بقى علينا سيد الحين؟ ما باقي شيء. ايش باقي يعني؟ ساعة واحدة إن شاء الله. ساعة واحدة يعني 100 كيلو تقريبا. بركات السيد نص ساعة. نعم الله سلام الله عليك. لأن نص المسافة احنا السابق. يا سلام بركة أنت السيد. ها حارس باخذ في القرعة وما قرب الفلوس. وين عمام سيد؟ لا أنا بس كبوس. كبوس ها؟ هلا أكو أبو فيصل يا لك يا سيد. نعم خلاص نعم هلا أبو فيصل. حياك الله. شبع رقارته وقايم ها؟ لا اي من حقين والله. خلنا يذوق لنا نذوقه. شو تذوقه وهداك؟ قلنا عزوبي انا. عزوبي والحين محسوب صوبنا مو صوبكم. اي طبعا هو اي. عزوبي انت عزوبي انا. انا بعد عزوبي له. انت عزوبي؟ عزوبي سلمي يا حبيبي. زين على هواك انا غلطان. على البدور هداك وراح يا سيد. راح ينام مسكين علي. بعد تشتكي عليه تقول ما تخليني اسوق السيارة. ها؟ تشتكي عليه تقول ما يعطيك شانس. يبي يتعب روحه لا كان ينام. راح لك واعطوك شانس. راح نام له خلاص وراه شبيه. انت من وين؟ من اي منطقة يا سيد؟ من ابو صيبة. ابو صيبة. ابو صيبة. سلام الله على ابو صيبة. يا ابو حصى يا ام حصى. يا ابو صبع. يا لك يا لك انا على الاقل ابو صبع ذكر. أيه؟ انت ام حصى. ام حصى. اي ام حصى. ام الحصى. ام الحصى. لا ام حصى. هذا الحصى اللي تفوت راسك فيه. لا الاصبع عدل لك تنزع عيونك. والله استانس معك يا سيد. حبيبي يا ابو عبد الله يخليك لنا يا ابو هاشم. وياك. سلام الله عليك والله. فقبل ليته؟ بارك لي. بارك لي. أفضل الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد وآل محمد. صلوات صلوا على محمد. يا الله المرة الجاية تحجم حرقي. ما أعرف ما أعرف إلا هاللون. هاللون هاللون شيل الله يا بل حسن شيل الله. لا شباب سكارة الظاهر. Come on, 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 come on
كافي دليل.